لا ايش اشتقتي؟ العروسة الزهرية. الدار اشتقت يعني كنا نوصل فيها. بس كل ايش الدار، حتى الاغراض كل ايش اشتقت للدار. التلفزيون عشان بحضر عليه ما شو ودوب. اغراض واغراض المدرسة اشتقت للمدرسة اشتقت يا دار. اشتقت للدار. يا بابا. وين بابا؟ الشمال. الحياة والأكل والشرب الأوعى والألعاب تبعونا والله. اشتقت للبسكليت تبعي ونفسي أرجع ألعب فيها. كنت ألعب في البيت ومبسوط. اشتقت للمدرسة عشان كنت ألعب مع أصحابي وكنت يعني نعمل اليوم مفتوح. اشتقت لكل حاجة في البيت، لأ للفراولة والسبانخ والحمصيص البلدي. والله القعدة أقعد على الكنب، أقعد أنا الصغار المرة، أقعد مع بعض أكلة صفرة، هاي اللي اشتقنا له.